يا رب صلي على محمد خاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، علم الناس الخير وأمرهم بالصبر، وأخبرنا أن الصبر عبادة تحتاج إلى استعانة. فيا ربنا ويا سيدنا ويا إلهنا، نسألك صبرا على المحن حتى تزول، فإن فينا من الضعف ما أنت أعلم به منا، ومن قلة العلم والجهل ما قل به صبرنا. يا رب نفوسنا لا تتحمل أعباء الطريق، والدنيا ملأت القلوب، وشعورنا بالاحتياج أذهب العقول، والشعور بالألم أتعبنا وأفقدنا الأمل. يا رب يا من أمرتنا بالصبر، ربنا أفرغ علينا صبرا على الفهم والعلم حتى نعلم ما ينفعنا، وحتى نعمل ما يرضيك عنا، وصبرا على الناس حتى لا نفتن بهم، وصبرا على الأولاد والأزواج حتى نطيعك فيهم، وصبرا على الأمراض حتى يتم الشفاء أو ترفع به الدرجات، وصبرا على الأقدار حتى يتم التسليم والإنقياد فننال به النعم ونفوز به الجنان، وصبرا على تحمل التكاليف حتى لا يضيق الصدر وتتخطفنا الشياطين، وصبرا على تحقيق التوحيد حتى لا نلجأ إلا لك وينقطع الرجاء ممن سواك، فننال الكرامة والعزة في الدنيا والآخرة، وصبرا على الوحدة والغربة حتى لا نستوحش الطريق ونكمل المسير، صبرا على الأعداء حتى تثبت الأقدام وننال النصر والتمكين، وصبرا على الأذى حتى نلقاك بقلب سليم فنرى منك العوض الجميل، وصبرا على المصائب حتى تمر بلا خسائر وننال بعدها الرغائب، وصبرا على المكاره حتى ننال الأجر الوافر، وصبرا على الاحتياجات المفقودة حتى ننال النعيم الدائم في الجنة، وصبرا على المعاصي حتى تقوى العزائم وننجو من العذاب الدائم، وصبرا على الاستقامة حتى ترفع المكانة ونخلد في دار المقامة، وصبرا على الشدائد حتى نخرج من الضيق إلى أرض النعيم، وصبرا على النعم حتى نستعملها فيما يرضيك. وصلي يا رب على من كان قدوة لنا في الصبر وضرب لنا أفضل مثل في الصبر الجميل ونال به المكان الرفيع والدرجة العالية، اللهم بلغه منا السلام.